عملوا غرفة تجارية حسينة في المنطقة الوسطى. الوسطى نقدر نقول لك الخسائر اللي عندنا حوالي 35 مليون دولار. أثناء الحرب تعرض المصنع لكمية من القذائف عدة مرات، أدت إلى دمار كامل في جميع خطوط الإنتاج وجميع المنشآت البنائية وشبكات الكهرباء وجميع الأنظمة التشغيلية للمصنع. بعد الحرب قمنا بإعادة تشغيل بعض خطوط الإنتاج التي تضررت بشكل غير مباشر. وهيئة الأمة بدها تعمل لي كذا واعمل لي كذا، بدك مخزنك تركب عليه كاميرات، بدك تجيب كذا، مين اللي بده يعطيك اياه؟ بده يقدم طلب، بدها تمشي معاه، بدها تشوف وين وداه. الا الله شوفها.